هذا الجيل اللي من الشبان التوانسة ومن الشباب التونسي اللي صنع الثورة وساهم في إنتاجها وساهم في انتصارها وصفته في وقت من الأوقات، وذا تصريح قريناه وعمل شوية ضجة، وصفت الأجيال التي تخرجت من جامعات بورقيبة ضحية برامج تعليم فاسدة ولا يمكن التعويل عليها لأنها مستعدة لبيع البلاد والاتجار بسيادتها، وفي حين أنك أنت موجود لهنا قدامي بفضل هذه الأجيال ومجهودها وتضحياتها ودمائها. هل يمكن أسألك عن هذا النص أين ورد؟ ورد في الصحافة. أي صحيفة؟ ممكن تسمي لي صحيفة؟ والله ما عندي اسم الصحيفة، ولكن قريت برشا ردود عليها، ما قريتش حتى تكذيب من عندك. هذا النص ليس صحيح. ليس صحيح. ما قلتش الكلام هذا. ما قلتش. حتى أنه النخبة السياسية الموجودة الآن في تونس تستطيع أن تقول هي هم خريجو الجامعات. بينما نخبة مسيسة، بينما الذين يتخرجون من الجامعات اليوم التونسية عددهم أكبر، نعم، ولكن يتخرجون غير مسيسين، وبالتالي يتخرج ناس يعني بيروقراط يمكن يعيشوا يمكن يبيعوا البلد، ولكن ما همش مهيئين ليشاركوا في فكر سياسي وفي نهضة بلد وفي التفكير له. نحن ملتزمون بالوحدة والنفاق وللنس والوفاق. نحن ملتزمون بالنفاق. نحن ملتزمون بالنفاق. نحن ملتزمون بالنفاق.